تعالوا نبدأ بالنهارده. منتخب تونس تأهل لدور ربع النهائي مع منتخب الإمارات وفاز على المنتخب الإماراتي، ويعني أعتقد 2-1 لأن أنا ما اتفرجتش على المباراة. فالمنتخب التونسي خلاص تأهل هو ومنتخب الإمارات، وسيف الجزيري النهارده جاب جون وأصبح هداف البطولة برصيد 3 أهداف. ده أول حاجة للبطولة العربية النهاردة. فكده الإمارات وتونس خلاص تأهلوا لدور الربع النهائي، فببارك طبعا لحمزة المسلوسي وسيف الجزيري وبقول لهم ألف مبروك. فطبعا ألف مبروك لسيف الجزيري والحمزة المسلوسي التألق، وطبعا المسلوسي مش موجود مع منتخب تونس عشان الكورونا، هو الحمد لله. 1-0 الجزيري. 1-0. انا بصراحه ما كنتش متابع المباراه، بس انا عرفت ان الجزيري جاب جون ومنتخب تونس صعد. فبالنسبه للجزيري طبعا مستواه بسم الله ما شاء الله متالق جدا، والناس اللي بتتكلم على بغداد بوالحاج ميشو اكيد امبارح شاف البس. فلا انا لما استلم حد تريقه يعني انا عندي الموهبه في الحته دي قوي، يعني التقليد والتريقه. فالحمد لله يعني المنتخب التونسي يعني ربنا اكرمه وصعد ربع النهائي. وطبعا عقبال منتخب الجزائر بكره ما يصعد باذن الله اول مجموعه، ومصر تلعب المنتخب المغربي عشان بقى اللعيبه المصريه تقابل اللعيبه المغربيه، وليد الكارتي بقى وبن شرقي وبدر بنون يلعبوا بقى زمايلهم في الاهلي والزمالك. فطبعا بكره كل التوفيق للمنتخب الجزائري الشقيق انه يحقق نتيجه ايجابيه مع مصر، ومصر تاخد المركز الثاني وتلعب المغرب. لاني عندي مبدئي مش هشجع مصر او مش هتعاطف مع المنتخب مصر الا لما نشتغل على نضيف، بدل العك اللي بيحصل ده. ايمن اشرف بقى هاف ديفندر، يا ويحي يا ويحي. طارق حامد افضل هاف ديفندر في مصر قاعد، وايمن اشرف هو اللي بيلعب هاف ديفندر، يا ويحي يا ويحي. طبعا النهارده كارلوس كيروش قال لك ان قفشه مش هيكون جاهز لمباراه الجزائر بكره، ومش هنغامر ان احنا نشركه والكلام ده كله. فخلاص اعتقد ان التشكيل هيكون قريب بشكل كبير جدا 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 من التشكيل اللي لعب ماتش السودان. عندنا برضو مش عايز ادخل في التقيل دلوقتي لان التقيل جاي ورا وانتم عارفين. بمناسبه طارق حامد، عجبني قوي امبارح تصريح الكابتن حمزه الجمل. طبعا اللي ما شافوش حمزه الجمل يدخلوا على اليوتيوب ويجيبوا اهداف حمزه الجمل ويجيبوا اجوان حمزه الجمل. حمزه الجمل كان بيشوط الشوطه الجدع يقف قصاده، الجدع يقف قصاده. فحمزه الجمل لعيب يعني حمزه الجمل يعني كان من اللعيبه اللي التاريخ مش هينساهم، نجم نادي الاسماعيلي السابق. قال لا يوجد لاعب في مصر بديل لطارق حامد، لا يوجد لاعب في مصر بديل لطارق حامد. فعجبني جدا حمزه الجمل وانه قال حق ربنا. فطارق حامد قاعد في مصر هنا، وايمن اشرف بيلعب هاف ديفندر مكانه في المنتخب. ندخل على ايه تاني؟ ندخل على ايه تاني؟ ندخل على خبر يعني عايز اخلي لكم الزمالك في الاخر شويه. خلينا طيب ندخل على محمود شبانة نجم نادي الزمالك، واللي الزمالك تعاقد معاه وما عرفش يأيده على القائمة بتاعته في بداية الموسم طبعا بسبب إيقاف القيد. فمحمود شبانة خلاص هينتقل للاتحاد السكندري، هيكمل معاهم الموسم على سبيل الإعارة، هيكمل معاهم الموسم ويرجع تاني على نادي الزمالك إن شاء الله من الموسم الجديد لو مفيش إيقاف قيد جديد. فربنا يستر والازمات اللي احنا فيها تعدي على خير. فمحمود شبانة خلاص لعب بالزمالك ونجم نادي الزمالك، هيلعب في الاتحاد السكندري حتى نهاية الموسم. طيب عندنا ايه تاني عاوزين نتكلم فيه؟ عندي الزمالك اتكلم مع مروان حمدي وقال له لو تحب نكلم مجلس إدارة نادي سموحة
بطبع رئيس مجلس اداره جديد غير فرج عامر. لو تحب نتكلم معاهم، بس احنا قلنا نتكلم معاك الاول، تحب ترجع نادي الزمالك ولا انت شايف ايه؟ فمروان رفض، قال لهم معلش سيبوني اكمل لنهايه الموسم، لاني انا لو رجعت نادي الزمالك فعمر السعيد موجود وسيف الجزيري موجود ومتالق مع المنتخب التونسي، فيبقى صعب جدا ثلاثه بيلعب منهم واحد، يعني هيبقى في اتنين احتياطي قاعدين بره. فأعتقد امير اللي كلمه، فامير قال له خلاص نتمنى لك كل التوفيق وهنستناك الموسم القادم عشان تنضم لنادي الزمالك. وانا مع مروان حمدي ان هو ما دام تالق مع سموحه وانضم للمنتخب عن طريق سموحه فيكمل مع نادي سموحه لنهايه الموسم، والسنه الجايه يحلها حلال من عنده. فكل التوفيق لمروان حمدي ان هو يثبت نفسه مع منتخب مصر ونشوفه متألق بشكل كبير الفترة اللي جاية ان شاء الله. يحيى الكومي رئيس نادي الاسماعيلي قال تصريح ما عجبنيش، بيقول لك نأمل في موافقة الاهلي على دعمنا، هو يقصد باللعيبة يعني، وبيعلن فتح حساب بنكي لنادي الاسماعيلي عشان التبرعات، يتلقى التبرعات والكلام ده كله. طيب اعتقد ان في ناس سرحانة ومش عايزين يعملوا لايك، فانا بفكرك باللايك عشان نجمع اكبر عدد ممكن من الناس. فالاستاذ يحيى الكومي بيطلب طبعا دعم النادي الاهلي ومساندة النادي الاهلي. عاوز اقول له يا استاذ يحيى الكومي، حضرتك لو طلبت دعم الاهلي فالاهلي مش هيسيبك في حالك، الاهلي هيطلب منك يعني افضل لعيب عندك وهيديك الصف الثاني والرديف عنده، ودي سياسة الاهلي من زمان. فانت تطلب الدعم من اي حد، انما الاهلي هياكلك او هياخدك لحم ويرميك عظم. فنصيحة يا استاذ يحيى، ابعد عن الاهلي في الحتة دي، ابعد عن الاهلي في الحتة دي، لان محد الصف الاسماعيلي الا الاهلي، محدش دمر الاسماعيلي الا الاهلي، فابعد عن الحتة دي، ابعد عن الحتة دي. فاتمنى ان الاستاذ يحيى الكومي انه يعني ما يقولش التصريحات من النوع ده تاني. طيب عاوزين نتكلم على ايه تاني يا رجالة؟ عاوزين نتكلم على في تغييرات في قطاع الناشئين في نادي الزمالك ومدرسة الكورة. أبرز الأسماء اللي هي متداولة حاليا في نادي الزمالك واللي احتمال يطلع بها قرارات قريب جدا، هي الكابتن محمد حلمي والكابتن جمال عبد الحميد والكابتن علي خليل والكابتن مدحت عبد الهادي. دول أقرب ناس ممكن يكونوا موجودين في قطاع الناشئين ومدرسة الكورة و القطاع ده تحديدا. فطبعا اسماء محترمه جدا، والكابتن بدر حامد طبعا اللي كان موجود اعتقد برضو من الاسماء المحترمه جدا جدا جدا. طيب عاوزين نتكلم على ايه تاني؟ عاوزين نتكلم ان الزمالك بدا يتكلم مع محمد صبحي، وكلنا عارفين ان الزمالك بيتكلم مع محمد صبحي، انما المره دي هيبقى في ترجمه افعال يعني بالعمل بقى على الارض، هيبقى في ترجمه للكلام ده كله على الارض. ازاي؟ الزمالك بدا يجهز زي ورقه هتكون رغبه من محمد صبحي انه يمضي عليها، انه يرجع السنه اللي جايه للزمالك. فالزمالك بيجهز زي رغبه لمحمد صبحي انه يمضي عليها ويرجع للزمالك السنه الجايه، مع وعد انه يلعب اساسي، مع وعد بتغيير عقده، يتعمل له عقد محترم وعقد كويس. دي طبعا اغراءات الزمالك بيعملها عشان يعني يغري محمد صبحي انه ما يفعلش بند الشراء بتاعه وفاركو يشتريه، والاهلي يدي الفاركو بقى 30 35 40 مليون والاهلي ياخد محمد صبحي. فالمستشار وامير شغالين على الموضوع ده بشكل قوي جدا جدا جدا. طيب عاوزين نتكلم في ايه تاني؟ في ناس اتكلمت وقالت ان المستشار وهيحاول انه يفتح ملف ايقاف القيد والكلام ده كله،
عاوز اقول لك ان مفيش حاجه من الكلام ده، وملف القيد مقفول بشكل نهائي حتى لا يجوز الطعن او الاستئناف عليه، فهو القرار فترتين قيد. ربنا يستر يعني، انا عشان اكون متفائل يا رب تيجي على فترتين قيد، يعني الصيف اللي فات وانتقالات يناير دي اللي جايه ماشي كفايه بقى، ومن الموسم الجديد يا رب الموسم الجديد ما يبقاش فيه ايقاف قيد وخصم نقاط والكلام ده كله والكلام ده كله. فده بالنسبة لإيقاف أو فتح باب القيد، مفيش الكلام ده ومحدش يصدق كل الكلام اللي بيتقال. طيب عاوز أقول لك إني ندخل على حتحوت دلوقتي ولا ندخل على حتحوت؟ ندخل على حتحوت عشان ناخد التقيل ورا. هاني حتحوت طبعا في ناس اكيد بتتفرج عليه وفي ناس بتتابعه، انا اقسم بالله ما بتابعه ولا بتفرج عليه ولا بحب ان انا اتفرج عليه، يعني لان هو مش من الناس المفضلين اللي انا بحب اتفرج عليهم، يعني انا عندي اسباب كتيره، المحتوى اللي بيقدمه، طريقه تقديمه للمحتوى، من ساعه ما سيد عبد الحفيظ قال له انت زملكاوي بدا يقلق وبدا يتخض وبدا ان هو لا انا هدوس على الزمالك شويه عشان اثبت ان انا مش زملكاوي. فسيد عبد الحفيظ لعيب، يعني سيد ما هو اللي مخليه في الاهلي مدير كوره ان هو لعيب لعيب قوي، فهو بيعرف، سيد عرف يخلي هاني حتحوت يتحرك يقلق، فسيد ادهاله كده قال له انت مش عارف ايه عشان زملكاوي على الهوا. فهاني طبعا بعد الحوار ده حب يثبت باي شكل من الاشكال ان هو لا انا مش زملكاوي، اعوذ بالله انا مش زملكاوي، رغم انه ناس كتير طبعا قالت الكلام ده، انه كان من ضمن الناس اللي كانت بتجري ورا شيكابالا عشان يتصوروا معاه، وكان ناس قالوا الله اعلم المعلومه دي صح ولا غلط ان هو كان من التراس زملكاوي. ف من ساعه ماتش الزمالك وسيراميكا كليوباترا، ومن ساعه ضربه الجزاء اللي هي يعني الاهلي حصل له مصايب في ماتش الاسماعيلي، محدش اتكلم، الاهلي حصل له مصايب وكوارث في ماتش المقاولين، محدش اتكلم، الاهلي حصل له مصايب في ماتش غزل المحله ومحدش اتكلم. طيب هاني حتحوت ساب المصايب دي كلها وساب الكوارث دي كلها ومسك في ضربه الجزاء بتاعه الزمالك وسيراميكا كليوباترا يكاد يكون بيحلم بيها، الصبح يجيب ناس وبالليل يجيب ناس والعصر يجيب ناس والظهر يجيب ناس، ايه راي حضرتك في ضربه الجزاء بتاعه سيراميكا يا فلان، ايه راي حضرتك في ضربه الجزاء، لدرجه انه جاب الراجل الخبير التحكيمي الكابتن جمال الشريف الخبير التحكيمي السوري، جابه وعمال يجيب خبراء تحليل عشان يثبت ان ضربه الجزاء بتاعه الزمالك وسيراميكا كليوباترا اللي ما اتحسبتش لسيراميكا، عاوز يثبت ان هي ضربة جزاء صحيحة والحكم لم يقوم باحتسابها. فطلع الكابتن جمال شريف محترم وقال اني ضربة الجزاء دي مش ضربة جزاء ولا يعني تمت باي صلة الى ضربات الجزاء. فعاوز اقول له يعني يا هاني يعني اتكلم على الاهلي يا اما تخليك محايد يا اما تخليك محايد، انا عارف ان انت خايف على يعني شغلك في القناة وانت مش عايز تتكلم على النادي الاهلي لحسن تزعل ناس والناس دول لو زعلوا منك ومش عارف ايه والكلام ده كله. ف يعني اتمنى ان هاني حتحوت الفترة اللي جاية يبقى ايه، يبقى محايد كده وبيتكلم بشكل ايه في حيادية، ويجيب الاخطاء بتاعت الاهلي والمقاولين ويجيب الاخطاء بتاعت الزمالك ويروح جايب بقى اخطاء الاهلي والاسماعيلي ويروح مش عارف جايب بيه تاني. فنفسي يبقى حد كده ايه شاطر ومحايد، انما هو شغال بطريقه معينه، يعني كل التوفيق ليه عشان هو زملكاوي مش اكتر. فمش عارف بقى بعد كده هيجيب خبير التحكيمي مين بعد كده الفتره اللي جايه. طبعا انتوا عشان بتحبوا الحاجات دي فكان اول بلوك عملته وانا بتكلم، فواحد بيقول لي انت كذاب، ف
هكمل بقى الكذب على حضراتكم لو تسمحوا لي، يعني ان انا اكمل كذب على حضراتكم لو ما ضايقكوش يعني. فتحبوا اكمل كذب ولا لا ولا اقف؟ طيب تعالوا بينا ندخل بقى على ايه، ندخل على كابتن شوبير. انا بحب الكابتن شوبير بصراحه. تختلف تتفق معاه، هو اهلاوي بس انا بحبه لانه راجل عنده موهبه، موهبه في الاعلام يعني. فالكابتن شوبير للمره الثانيه يطلع في الراديو ويتكلم على كهرباء. كابتن شوبير في نفس الاسبوع مرتين، دي كانت المره الثانيه، بيقول ان موسيماني مش عاوز كهرباء تاني ومش مقتنع بكهرباء، ولابد ان اللاعب يسعى لايجاد عرض في يناير. وقال كمان بقى اللي قاله ده جديد بقى، ان ادارة الاهلي بقيادة الكابتن خطيب متعاطفة مع كهربا وعاوزين ان هم يرجعوا كهربا يشارك في المباريات ويشارك في التدريبات، ولكن هم مش قادرين انهم يتكلموا مع بيتسو موسيماني، مش قادرين انهم يتكلموا مع بيتسو موسيماني. ف يعني انا طبعا عارف ليه الكابتن الخطيب عاوز كهربا يلعب وعاوز يراضي كهربا ومش عاوز يزعل كهربا، وانتم عارفين ليه الكابتن الخطيب مش عاوز كهربا بالذات يزعل، لان كهربا لو زعل فالكابتن الخطيب هيزعل. كهربا لو زعل كابتن الخطيب هيزعل، فالكابتن الخطيب تحديدا مش عاوز كهربا يزعل، مش عاوز كهربا يزعل. طيب موسيماني، بما اننا مع كهربا وموسيماني فنسيب كهربا شويه، اللي هو خلاص بدا يدور على عرض وبنسبه كبيره هيرحل على النادي الاهلي في يناير القادم. فكهربا بقى يا سيدي موسيماني، ندخل على الموس، عم الموس موسيماني. الكابتن خطيب بيقول ان الاسبوع الجاي، الاسبوع الجاي وتحديدا يوم الثلاث اللي هو بكره، الاسبوع الجاي، الاسبوع ده انتوا هتلخبطوني ولا ايه؟ الاسبوع ده بكره هيكون في اجتماع ما بين الخطيب وياسين منصور رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي وبيتسو موسيماني عشان يجددوا العقد بتاع بيتسو موسيماني لسنتين جايين. وأعتقد أن الأستاذ ياسين منصور ده رجل أعمال كبير وهيكون ليه دور كبير في تجديد عقد بيتسو موسيماني. زي ما قلت لكم العقد الجديد هيبقى سنتين، شرط جزائي 4 شهور، الراتب الشهري بتاعه من 125 هيزيد ل 175. طيب اكتبوا لي بدل ما انتم عمالين تضحكوا في البث كده، اكتبوا لي كل واحد توقعه ايه لماتش المنتخب بكره. التوقع مش انت نفسك ايه، توقعك ايه لماتش مصر بكره مع الجزائر. اكتبوا لي كده في البث دلوقتي توقع حضرتك ايه. فده بالنسبه للكابتن الخطيب واجتماع تجديد تعاقد بيتسو موسيماني. طبعا انا بتكلم على اخبار الاهلي لان في ناس اهلاويه عندي في القناه فبرضو لازم يعرفوا الدنيا ماشيه ازاي. تعالوا بقى نروح على الكاف، الكاف ونروح على شويه كلام على النادي الاهلي. هل في حاجه قبل النادي الاهلي ولا ندخل على طول؟ ندخل على طول، ندخل على طول على النادي الاهلي. طيب الاهلي او الكاف الاول بيقول لك لا نيه نهائيا لتاجيل كاس الامم الافريقيه، وفكره تقديم البطوله مقبوله، والقرار النهائي يوم الاربعاء. طيب ليه الكاف قال كده؟ ليه الكاف قال كده؟ الكاف قال كده عشان خاطر طلع علينا الكابتن عامر حسين الشهير بعامر تأجيلات، طلع علينا عضو رابطة الأندية والقائم بأعمال رئيس لجنة
المسابقات، عامر حسين طلع قال لك تصريح حلو قوي وهو صادق. يعني الراجل ده عشان راجل مربي دقنه وراجل يعني راجل فاضل، فهو انا بصدقه. فبيقول لك ايه الكابتن عامر حسين؟ بيقول لك الغاء امم افريقيا هو الحل الامثل للدوري بقى وليه كاس العالم للانديه والكلام ده كله. فالكابتن عامر حسين عاوز يلغي بطوله قاريه، اكبر بطوله قاريه في افريقيا، وتعتبر من اهم 3 بطولات على مستوى العالم، كاس الامم الافريقيه. فالكابتن عامر حسين شاف ان تاجيل كاس الامم الافريقيه هو الحل الانسب عشان نلعب كاس العالم للانديه اللي هي البطوله الشرفيه اللي بيجي الفرق من اوروبا، بتيجي بتنزل من الطياره بتلعب ماتش قبل النهائي والنهائي وبياخدوا الكاس وبيروحوا. فهو بقى عامر حسين ساب امم افريقيا على امم افريقيا على خالد امم افريقيا، اهم حاجه كاس العالم للانديه اللي فيه الاهلي، اهم حاجه لعيبه الاهلي ما تبقاش مشتته، هينضموا للمنتخب في كاس الامم ولا مش هينضموا؟ لا يا عم، كاس امم ايه وزفت ايه وبتاع ايه وقطران ايه، اهم حاجه النادي الاهلي وكاس العالم للانديه. فهو الراجل يعني طلع اللي جواه، هو عشان راجل تلقائي كده ويعني راجل عفوي، هو طلع يعني اللي جواه، هو طلع اللي جواه وطلع التعصب اللي جواه وطلع يعني ان هو راجل مشجع درجه ثالثه، مش راجل يعني يرتقي انه يكون رئيس لجنه مسابقات او عضو رابطه انديه. عشان كده انا قلت لكم اتحاد الكوره هو رابطه الانديه، هي لجنه الحكام، هي اللجنه الاولمبيه، هم كلهم هم النقاد الرياضيين، المحللين التحكيميين، خبراء التحليل، كل دول بينضموا تحت بوتقه الاهلي. فهو كابتن عامر حسين راجل اهلاوي، وتصريح يعني تصريح صغير جدا جدا، المفروض ما يخرجش من حد زي الكابتن او الاستاذ عامر حسين. فعشان كده رد عليه الكاف وقال اني لا نيه لتاجيل كاس الامم الافريقيه، واحنا هنحاول نقدم الموعد شويه بتاع كاس الامم الافريقيه. طيب عجبني الاهلي، عجبني الاهلي. ليه عجبني الاهلي؟ طبعا الكابتن عامر حسين قبل ما اسيبه رد عليه خالد الغندور قال له لا يصح تأجيل أمم أفريقيا من أجل إرضاء أندية لا ترغب في إرسال لاعبيها للمنتخب. فخالد الغندور بصراحة يعني ادهاله في المقص، ادهاله في المقص. طيب عاوز أتكلم على الأهلي، وهتكلم بكل صراحة على النادي الأهلي. أولا النادي الأهلي كان بيدير حرب دبلوماسية اليومين اللي فاتوا، والنادي الأهلي كان عنده اجتماعات كتيرة مع الكاف ومع الفيفا بشكل غير طبيعي وشكل مكثف الفترة اللي فاتت. مجلس الإدارة ما طلعش يتكلم كتير، ما عملش تصريحات، ولكن كان شغال بشكل مكثف الفترة اللي فاتت عشان خاطر يحل المشكلة اللي هو فيها، وهي ان كأس العالم للأندية في نفس التوقيت بتاع كأس الأمم الأفريقية. فالأهلي حل الموضوع بحرفنة، وانا بقى احيي مجلس إدارة الأهلي انهم حلوا الموضوع بحرفنة، وانهم ليهم نفوذ قوي جدا 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 داخل الكاف، وليهم نفوذ قوية جدا جدا داخل الفيفا، والبركة في الأستاذ هاني أبو ريدة هو سر الخلطة زي ما بيقولوا كده. فالأهلي عمل اجتماعات موسعة، وممثل الفيفا عرض على الأهلي، أنا بحكي لكم القصة من الأول عشان ما فيش حد حكاية، ممثل الفيفا عرض على النادي الأهلي في الاجتماع اللي كانوا عاملينه، قال لهم إيه رأيكم لو اللعيبة بتاعتكم هتنضم للمنتخب ايام كأس العالم للأندية وانتم هتفقدوا يعني 4 5 لعيبة بتوعكم، فاحنا ممكن نعمل لكم قائمة مفتوحة. يعني ايه قائمة مفتوحة؟ يعني انكم ممكن تطلعوا اي عدد من الناشئين تلعبوا بيه. فالاهلي رفض،
وبعد كده طلع الكاف، الكاف طلع الاهلي عرض يغير موعد كاس العالم للانديه، الفيفا رفض تماما. جه طلع الكاف قال طب انا هحاول ابدر كاس الامم الافريقيه بدري كام يوم عشان تخلص بدري والاهلي يلحق يشارك في كاس العالم للانديه. طيب وفعلا تم تعديل موعد السوبر الافريقي، وتم تعديل موعد بطولة كأس الأمم الأفريقية. السوبر الأفريقي بدال يوم 24 بقى يوم 22. هل الأهلي استكفى بكده وبس؟ لا، ده الأهلي اشتغل شغل عالي الفترة اللي فاتت. الأهلي ما استكفاش بكده، ده الاتحاد الأفريقي كمان الكاف فتح باب الصفقات الجديدة اللي هو كان المفروض يفتحها من 1/1/2022، الكاف رضخ لرغبة الاهلي وفتح له القيد الافريقي عشان يكون يوم 15 ديسمبر الحالي للاهلي وللرجاء، للاهلي وللرجاء بس. انما بقية الفرق القائمة الافريقية او فتح الباب الصفقات الجديدة اللي هتتأيد عشان القائمة الافريقية هتكون من 1/1/2022. فالاهلي كسب الماتش اتأجل او اتبدر بدري يومين بتاع السوبر الافريقي. الاهلي كسب انه هيلعب بالصفقات الجديدة بتاعته في كأس السوبر الافريقي، وقانونا الاهلي ما يلعبش بالصفقات الجديدة لان القيد هيتفتح في 1 وانت ماتشك في 12. طب ليه ما فتحتليش بقى انا القيد وانا بلعب الدور التمهيدي انا كزمالك؟ طب ما انا اتحرمت من الصفقات الجديدة، او مش الصفقات الجديدة، العائدون من الاعراض. ليه ما فتحتليش باب القيد؟ وليه فتحته للاهلي؟ هو انت فتحته للرجاء بس انت فتحه عشان الاهلي. فالاهلي انتصر في المعركة بتاعت موعد السوبر الافريقي، بدره شوية، وانتصر في المعركة التانية بتاعت القيد الافريقي. هل الاهلي يعني هل الاهلي استكفى بكده؟ لا، ده الاهلي كمان تم تأجيل كأس الامم الافريقية، او مش تأجيله برضو، تم تبكير كأس الامم الافريقية كم يوم عشان خاطر الاهلي ياخد اللعيبة بتاعته ويطلع بيهم على كأس العالم للاندية. إذن اللي حصل ان المواعيد الجديدة بقى خلاص السوبر الافريقي هيكون يوم 22 ديسمبر الحالي ما بين الاهلي والرجاء. طبعا كل التوفيق لنادي الرجاء الشقيق، انتم عارفين رأيي. والاهلي هيتفتح له باب القيد يوم 15 ديسمبر، الاهلي والرجاء بس. دي حاجة تانية. والخبر التاني اللي هو بقى ايه يعني، ده وراني قد ايه الاهلي نفوذه قوية جدا في الكاف. بيقولك بقى يا سيد الاهلي خلوا له كأس الامم الافريقية، هو كان هيبدأ يوم 6 يناير، يعني كأس الامم كان هيبدأ يوم 6 يناير، خلوا له كأس الامم هيبدأ يوم 3 يناير عشان ينتهي، بدل ما يبقى يوم 6 يناير عشان ينتهي على اول فبراير عشان الاهلي يلحق يوم 5 فبراير اول مباراة امام مونتيري المكسيكي. فاذا كأس الامم بتأجل عشان الاهلي، السوبر اترحل عشان الاهلي، سوبر الافريقي، القيد اتفتح عشان الاهلي. الاهلي يحكم الكاف، ودي شطارة من الاهلي، ودي شطارة من الاهلي، ودي معلمة من الاهلي. عرف يدير حرب دبلوماسية لصالحه، وعرف يمشي الامور على هواه. فلما الاهلي يمشي الامور في مصر فانت ما تتفاجئش، يعني ما تعمليش بقى ان انت متفاجئ، هو ده الطبيعي. الاهلي، الاهلي فوق الجميع ما عدا طبعا نادي الزمالك وجماهيره. طيب ليه الاهلي كده؟ وليه مجلس ادارة الاهلي بيفرض نفوذه وهيمنته على الكرة الافريقية وكمان الفيفا؟ ليه الاهلي بيعمل كده؟ عشان الجملة اللي قالها افضل لاعب في العالم محمد صلاح. الاهلي مستقر، الاهلي لا يحل مجلس اداراته،
ولا أحد يجرؤ على حل مجالس إداراته، والزمالك هو الذي يحل مجلس إدارته كل اثنين وخميس. إنما لو الزمالك عنده مجلس مستقر بالسبع تمن عشر سنين هيقدر يعمل علاقات ويقدر يعمل صداقات سواء في الفيفا أو في الكاس أو في الكاف يعني سوري، ويقدر يعمل علاقات قوية جدا جدا جدا. إنما الأهلي مستقر، فده اللي فارق ما بينه وما بين نادي الزمالك. طيب هل الأهلي خلى الفيفا والكاف يسمعوا كلامه بس؟ لا، كمان ده الأهلي حصل له تعديلات في الدوري. ايه بقى التعديلات اللي حصلت؟ الأهلي كان هيلعب فيوتشر يوم 21، وكان هيلعب بيراميدز يوم 26. المعادين دول اتأجلوا وترحلوا، فبقى الأهلي المعاد الجديد هيلعب فيوتشر يوم 26 ديسمبر، وهيلعب بيراميدز يوم 30 ديسمبر. الأهلي طبعا هيخلص كأس العالم للأندية يوم أعتقد يعني يوم 16 حاجة زي كده، أعتقد يوم 16 أو 14. المهم يعني هيجي هيلاعب يوم لا يا رب، الأهلي عنده يوم 20، هيبقى لغاية يوم 20 ديسمبر ده لو كمل، يعني هيكون بيلعب في كأس العالم. هيجي طبعا يلعب فيوتشر وبعدين يلعب بيراميدز. فالأهلي يحكم الكرة المصرية والكرة الأفريقية، وكمان ينفوز جوه الفيفا بفضل استقرار مجالس إدارته والعلاقات اللي بيعرف يعملها مجلس إدارة النادي الأهلي سواء على الفيفا أو على الكاف. طول ما أنت مستقر، طول ما أنت مش بيتحللك مجالس إدارات، طول ما أنت بتبقى قوي، طول ما أنت بتقدر تعمل علاقات وبتعمل صداقات وبتعمل صفقات وبتعمل نفوذ وبتعمل يعني بيقولك يعني بيبقى ليك في كل حتة صاحب، ده بفضل استقرار مجالس إداراته. إنما هل الزمالك يستقر مجالس إداراته؟ لا، الزمالك مجالس إداراته هتتحل كل اثنين وخميس زي ما احنا عارفين. طيب تعالوا بينا ندخل على حاجة تانية عاوز اتكلم فيها مع حضراتكم، وهي ان اشرف بن شرقي بيستعد اليومين الجايين. خلاص اول ما هيوصل هو عارف انه هيقعد مع المستشار مرتضى منصور، فاشرف بن شرقي وكيله في حالة تأهب زي ما بيقولوا ان هو يرجع مع المستشار، وهو طبعا بيوصله كل حاجة بتتقال عليه في مصر. هنشوف اشرف بن شرقي موقع نقدر نتصرف، مش موقع برضو نقدر نتصرف. بالنسبة لموضوع المستشار مرتضى منصور، مستشار مرتضى منصور لغاية دلوقتي الوزير بيقول ان الانتخابات بتاعة الزمالك هتكون على اللائحة الاسترشادية. فالغريب والعجيب ان المستشار ما طلعش رد لغاية دلوقتي، والكلام ده كان امبارح بالليل زي دلوقتي. فان المستشار ما يطلعش يرد لغاية دلوقتي، فبرضو الموضوع غريب ومريب. انت ليه ما تطلعش ترد لغاية دلوقتي؟ انت ليه ما تطلعش تقول الكلام ده هيمشي ولا مش هيمشي؟ فبرضو الموضوع غريب ومريب. ولكن كل اللي انا عاوز اقولك عليه ان المستشار مرتضى منصور هو عارف هو بيعمل ايه، هو عارف هو بيعمل ايه، وهو ماشي ازاي في القصة دي تحديدا، لانه في الحتة دي هو معلم، في الحتة دي هو معلم. ده بالنسبة للمستشار مرتضى منصور. اعتقد فتح باب الترشح هيكون الايام اللي جاية بالاتفاق طبعا مع الوزير، هيكون فتح باب الترشح. زائد ان المستشار بدأ يحط هو كان حاطط حسابه ان انا هشتغل على اللائحة الاساسية، فبعد قرار الوزير ده لا، انا هشتغل على اللائحة الاسترشادية. اللائحة الاسترشادية فيها اتنين او تلاتة تحت السن. يعني ايه تحت السن؟ يعني تحت سن 35 سنة، ده اللي هم تحت السن اعتقد هم تلاتة، هم تحت 35 سنة وستة فوق ال 35 سنة. فهو طبعا القصة
مش في اللي فوق السن، القصة في اللي تحت السن. هيختار مين؟ هو عايز شباب صغير، مين اللي تحت 35 اقدر اجيبه يبقعدوا مجلس ادارة معايا؟ فبرضو الموضوع يعني بياخد وبيدي فيه. ان شاء الله قريب مش هنطلع نقول الا المعلومة الصادقة. وحتى الان مجلس المستشار مرتضى منصور موجود وبيدير نادي الزمالك. هل هي لجنة؟ لا مش لجنة. هي انا امبارح كنت متوقع انها ممكن تكون كانت لجنة، انما لا، حتى الان لم تصدر اي قرارات ان المجلس تحول للجنة، ولكنه مجلس ممدود له بشكل طبيعي حتى اقامة الانتخابات. فده بالنسبة للمستشار مرتضى منصور. ان شاء الله الفترة اللي جاية او اليومين دول تحديدا في تفاوضات مع اكتر من لاعب للتجديد، والفترة اللي جاية هتبدأ بقى تشوف لعيبة بتجدد مع نادي الزمالك. واعتقد ان المستشار قبل الانتخابات هيكون ليه حوالي كده صفقتين ثلاثة، او مش صفقتين ثلاثة يعني تجديدتين ثلاثة كده قبل الانتخابات ان شاء الله باذن الله.